رئيس الوزراء يهنئ رئيس السيسي والقوات المسلحة بالذكرى 42 لتحرير سيناء. مدفعية لاحتلال تطلق قذائفها على المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية لفشل جيش الاحتلال في منع هجوم 7 أكتوبر. إسرائيل تعتقل 25 فلسطينياً من الضفة الغربية ليرتفع العدد إلى 8425 معتقلاً منذ 7 أكتوبر. زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب سواحل المكسيك على المحيط الهادئ.